حال الإنسان حال ما ينتهي من هذه الدنيا، فيحسن بالإنسان أن يفكر في هذا الوضع ليستعد له قبل حصوله بتوبة من الذنوب وقضاء حقوق العباد واستحلال من أساء إليهم وعرف إساءته، ليتهيأ بتوبة صادقة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة استغفار، لعله إذا دخل قبره يدخل وإذا كثير منا ما قد يلاقيه مما يسوءه قد عفى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعفو عن عبده ويرحمه. فحسن بالإنسان أن يفكر في هذه الرحلة قبل حصولها، لأنها إذا حصلت لن يبقى مجال للتفكير فيها، وما من أحد إلا سيصير إلى هذه الحالة، إما بموت على فراش أو بحادث حسب اختلاف الحوادث، لأن كل إنسان فيها أو هذه الوجود، بل كل إنسان حي على وجه الأرض سوف يفنى، والبقاء لله جل وعلا هو الأول والآخر. بداية الأمر عندما يصاب الإنسان بالسكرات، يتذكر الإنسان هذه السكرات، إذا بلغت الروح الحلقوم ما لا يبقى مجال للتوبة والإنابة إلا إذا حصلت الروح ثم سري عنه وعاد إلى حال كحال الأحياء، لأنه قد يكون الإنسان يتعرض لأمر ما والله جل وعلا يقضي القضاء الذي لا مرد له، إلا أن الإنسان إذا غرغر لم تنفعه توبة. التوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن تعاهد نفسه دائما. ذكر ذنوبا وعرفها أو لم يذكرها، فكم من الذنوب التي يرتكبها العبد ما علم أنه ارتكبها لضعف البصيرة، والله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالإكثار من التوبة والاستغفار والالتجاء إلى الله جل وعلا يعني يشمله بعفوه، وأن يوفقه لتذكر كلمة لا إله إلا الله عند آخر أموره، لأن من كان آخر كلامه من هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه كان لها أثرها العظيم. عندما تخرج الروح من ابن آدم يتبعها البصر، الإنسان قد لا يرى الروح عندما يكون في حال نوم، لكن الخروج النهائي إذا خرجت الروح تابعها البصر كما جاء في الحديث. فمن السنة أن يتعاهد الميت بإغماض عينيه، من حضره عند وفاته ورآه قد شخص بصره يكون قد بدا له وظهر أن أروح ابن آدم خرجت إلى بارئها، فنسأل الله أيضا أن تكون أرواحنا إلى عليين.